نروح لمهرجان العالمين. مهرجان العالمين، المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، قدم من وقت انطلاقه العديد من الحفلات الفنية والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة. امبارح أحيا مغني الراب العالمي راس سهرة غنائية ضخمة في مدينة العالمين الجديدة، وده كله ضمن فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى. تم تقديم مجموعة كبيرة من أغانيه اللي تفاعل معها جمهوره من الشباب. وقبل كده كان في ليلة استثنائية، يعني ليالي استثنائية خليني أقول لا تنسى، جمعت كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي اللي بينتموا لأجيال مختلفة. شاهدت مشاهدينا مدينة العالمين الجديدة انطلاق النسخة الاستثنائية كمان من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين، وكل ده ضمن فعاليات مهرجان العالمين. وعلى مدار تلك الأيام تابعنا حفلات نجوم الفن والمطربين الكبار زي أنغام، حكيم، الكينج محمد منير، تامر حسني، نانسي عجرم، راغب علامة، كمان أحمد سعد وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. عن مهرجان العالمين وسياحة المهرجانات في مصر بينضم لينا هاتفيا الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للسادة المشاهدين. يعني قبل ما هتكلم مع حضرتك كخبير سياحي، عايز أسألك كمواطن مصري، شفت إزاي انطلاق مهرجان العالمين وإحنا بنتكلم خلاص يعني اقتربنا من الختام؟ مهرجان عالمي على أرض مصرية بتنظيم جيد ورائع لم يحدث في مصر. لو اتكلمنا عن مقاومات كلمة مهرجان، كم في المية من وجهة نظرك صنعها مهرجان العالمين؟ نقول فوق ال 98% للتنوع لكل أشكال المهرجان. وإحنا مش عايزين بس نقول إن هو مهرجان ثقافي فقط، لا، هو مهرجان ثقافي رياضي سياحي فني بكل ما تشمل الكلمة من تنوع كان موجود في المهرجان. بالإضافة طبعا أن أطول مهرجان في الشرق الأوسط وفي أفريقيا 44 يوم ده، ولسه كمان يعني إن شاء الله المفروض هيكمل لغاية أول شهر، بس إن شاء الله يعني ده أطول فعلا مهرجان وأكبر مهرجان بالتنوع بالشكل الرائع والتنظيم الرائع والجيد. بالتأكيد يا أستاذ محمد، في مدينة عالمية زي مدينة العالمين. طيب أروح بقى لأستاذ محمد كارم الخبير السياحي، سياحة المهرجانات في مصر بتشوفها إزاي؟ هو نمط وشكل جديد من أنماط السياحة ضافت على الأجندة السياحية. وكان طبعا مهرجان العالمين، كنا قبل المهرجان كنا متوقعين أن العدد الزوار هيكون في حدود المليون شخص، سواء سياحة محلية أو سياحة عربية. الحمد لله عديناها، وكمان تمت إضافة بعض الدول اللي ما كانتش مدرجة أوريدي في المهرجان زي إيطاليا، زي اسبانيا، زي فرنسا، ان هم يحضروا الايفنت ويشوفوا ايه اللي بيحصل في مدينه العالمين. فالتدفق السياحي ده، يعني احنا لو قلنا مثلا نسبه الزياده في السياحه العربيه في 30% كانت موجوده في الايفنت، ممكن نقول ان نسبه السياحه الاوروبيه زادت 10% في توقيت الايفنت وحضور كل الدول، معظم الدول الاوروبيه لمدينه العالمين، سواء الصبح في السياحه الشاطئيه أو بالليل في سياحة المهرجانات اللي كانت موجودة. والتنوع والشكل اللي ظهر به مهرجان العالمين، الشكل اللي فعلا أبهر العالم فعلاً، إن موجود في أرض مصر. إحنا لما بنتكلم عن مهرجان العالمين والتنوع اللي حصل، وأنا شخصيا لما حضرتك تقول حاجة أقولك بالفعل حصل، إحنا شفنا ده بعينينا من خلال تغطيات قطاع قنوات الأخبار في الشركة المتحدة، وشفنا كتير جدا 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 من الجذب اللي حصل والانبهار والإبهار اللي شفناه بعينينا ونقلنا على قد ما نقدر من خلال الشاشة. أنا بشكرك على وجودك معنا أستاذ محمد كارم الخبير السياحي.